السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف، معكم إيمان أنوار تازي نوتريسيونيست كوسميتو لابورونتي. الوغ فيديو ديال اليوم بغيت تركزوا معايا فيه مزيان مزيان مزيان، لأن من خلال هذا الفيديو غنوضح لكم شي حوايج اللي ما فاهمينهاش وغندوز لكم واحد دو ميساج. الوغ أول حاجة، الفيديو الموضوع ديال الفيديو هو طلب ديالكم على اون كريم اللي تكون خاصه بالبشره المختلطه والبشره اللي نورمال، لحقاش ركزت بزاف على البشره الناشفه وبغيتو اون كريم هيدراتونت اللي تكون خاصه بالبشره اللي تكون مختلطه. لو هنا اليوم غادي نعطيكم اون كريم اللي مزيانه، ولكن خصكم غير تركزوا معايا لحقاش فريمون هاد الفيديو مهمه بزاف بزاف. الوغ الكريم اللي غادي نعطيكم من هاد لا مارك، هادي لا مارك ديال افين، ولكن المهم انتما تركزوا معايا باش غادي تفهموا. دونك هنا هاد الكريم هادي انا مشيت شريتها من لا فارماسي باش لحقاش شنو وقع. هاد لا كريم هيدراتانت عندي لا كومبوزيسيون ديال 2020 ديال 2020. في 2020 سمعت بان التركيبه تبدلات في 2000 يعني تبدلات مؤخرا في التواخر ديال 2020، سمعت ان التركيبه تبدلات ديال هاد لا كريم هادي. دونك خاصني انا جو دو فيريفي سور لو برودوي باش كوم سا نحكم ليكم واش مزيان ولا لا، باش ما نظلمش البرودوي ما نظلموش. حيت شي مرات شنو كيوقع، نقدر هاد العام نقول لكم هاد البرودوي مزيان، هاد البرودوي مزيان، ولكن كدوز واحد عامين ولا هذا الشركه كتقرر انها تغير التركيبه، كتحذف مركب وتزيد مركب، وهذا داك التغيير يقدر يرجع داك لو برودوي ما مزيانش، اولا العكس تقدر الشركه تغير ويولي احسن افضل وكنوليو نقولوا عليه مزيان. داكشي علاش واحد المره ما عرفتش شكون اللي كان سولني قال لي فوالا كنتي شي برودوي شكرتيه لينا، ولكن فريمون راه كتقدر لا سوسيتي تبدل في التركيبه، ولكن ماشي كل شهر غتبدل، لا سا برون دو طون كوميم. فوالا دونك هذا انا مشيت شريته باش نفيريفي سور لو برودوي التركيبه ديالو ونعرف واش فريمون كيستحق ولا ما تيستحقش. دونك الكريم هيدراتونت اللي غادي نعطيكم اليوم هي من لا مارك افين، ولكن قبل ملي كنشوفوا لا مارك من موراهاش كنشوفوا لا غام، لحقاش كاينه لا مارك راها افين ولكن لي غام كيختلفوا. راه حنا في اطار الكريم هيدراتون، راه كنهضروا غير على لا كريم هيدراتون، ما كنهضروش على شي حاجه اخرى، ولكن افين عامله بزاف ديال لي غام، عامله دي غام في لي كريم هيدراتون ديالها. الكريم هيدراتون اللي غنهضر لكم عليها اليوم هي لا مارك افين ولا غام توليرانس. كاين فيها تكستور ريش، هذه خاصه بالبشره اللي كتكون ناشفه، فريمون اون كومبوزيسيون اللي مزيانه، المكونات قلال. شتي ديما ملي كيكونوا المكونات قلال كنقدروا نضبطوهم، كل ما كثرنا في المكونات كل ما كيوقع البروبليم. دونك المكونات قلال، ليدغاتاسيون كتركز سورتو على الجليسيرين، على زبده الشيا، على زيت الكاتام. المهم une composition li zwina, une très bonne hydratation mzienne, une crème hydratante normalement non comédogène. Donc c'est une très bonne crème hydratante, il y a hadi ketchoufouha f soura. Donc hadi khassa bel bchara li nashfa ou le bchara li nashfa ou hassasa, ntouma bghitou khassa bel bchara li normal ou la mixte. وكاينه اون كريم من نفس لا مارك ونفس لا غام. هاد الكريم اللي خاصه بالبشره المختلطه كتلقاو مارك افين، كتلقاو لتحت غام توليرانس، ولكن ملي كتهبطوا ما كتلقاوش تيكستور ريش، كتلقاو ايمولسيون ليجير، وكتلقاو تيب ديال لا بو كتلقاو نورمال امي او بلس ميكست ولا ميكست. دونك هي هادي كيف كتشوفوا دابا في الصوره. دونك هاد لو ديتاي هذا مهم بزاف، الا خديتوها غيش راه البشره ناشفه واللي كتكون نيت ناشفه بزاف، الا خدي كانت بو نورمال ولا ميكس فهاد لا كريم هادي موال ما كون مزيانه، لان لا تيكستور ديالها خفيفه وحتى لي كومبوزون ديالها قلال وزوينه، دونك تركيبه مزيانه. دونك هادو
هذا هو الاقتراح انا اللي كنقترح عليكم اليوم. دونك بالنسبه لهاد الكريم هادي انا اللي شريت هادي ماشي هادي افين وي، ولكن لا غام ماشي توليرانس، لا غام هيدرانس اوبتيبال هيدرانس. دونك هادي هي لا غام. دونك راه كما قلت لكم نفس لا مارك ولكن لي غام كيختلفوا. مني جي فيريفي هاد لا كومبوزيسيون مع لا كومبوزيسيون قديمه نفس لا غام نفس لا غام هيدرانس، لقيت ان لا كومبوزيسيون القديمه مقارنه مع هذه بدلو فيها شنو داروا؟ زولوا سيكلوبنتاسيلوكسان اللي هو ان بيرتورباتور اندوكريني وداروا سيكلوميتيكون، يعني حتى هو مركب اللي سيء، وعاود البي اتش دي اللي هو مركب جد سيء راه كاين في جوج تركيبات، يعني كاين البي اتش دي. دونك ما غاديش ما خصكمش تاخذوها. دونك لا بغيتو تاخذوا اون كريم هيدراتونت خاصه بلابو نورمال ولا لابو ميكس، خذوا لا غام من افين. بغيتو تاخذوها نتوما بغيتو تاخذوا مثلا من افين، خذوا لا غام توليرانس وما تاخذوش لا غام هيدرانس. راه كيما قلت لكم نفس الماركه ونفس الماركه اون مارك اوت غام، زعما اون مارك اللي معروفه ولكن هاي دايره لكم دو غام، وحده زوينه وحده ما زويناش. الوغ حتى في التكستور اللي كتكون خاصه بالبشره الناشفه حتى هي ما زويناش. في هاد لا غام كاينين عندهم كلكو سيروم اللي نقدروا نقولوا ما بيهمش. دونك الميساج انا اللي بغيت نوصل لكم من هاد الفيديو ديال اليوم هو ان تقدر تكون كما قلت لكم نفس الشركه عامله جوج ديال لي برودوي في نفس لا كاتيجوري، مثلا واقي شمسي كريم هيدراتونت عكر صبيغ عاملاهم، ولكن عامله دو غام مختلفين، واحد لا غام توب واحد لا غام سيئه، راه نفس لا سوسيتي. هذا علاش كان ديما كنركز لكم كنقول لكم اما خصني نشوف البرودوي اللي كتهضروا عليه، ولا كنقول لكم خصني السميه. مثلا ملي تقول شنو رايك في الواقي الشمسي ديال لا روش بوزاي باغ اكزومبل، تنقول لكم اين هو فيهم، باسكو راه كتكون حاجه مزيانه وحاجه خايبه ونفس السميه. هادي واحد. الميساج الثاني اللي بغيت نوصل لكم ان مره على مره راه تقدر لا سوسيتي تبدل لا كومبوزيسيون ديال البرودوي ديالها. راه كاينين دي سوسيتي كاع اللي دازوا من التركيبه اللي كتكون تقليديه عاديه، يعني بحال هادو دازوا الناتوريل ولا دازوا كاع البيو، دونك ترقاو في التركيبه ولات عندهم اون كومبوزيسيون اللي نقيه بزاف ومزيانه بزاف. هذا علاش دائما كنركز لكم على السميه ديال البرودوي، وملي كنبغي تصيفطوا لي المكونات كنبغي المكونات ديال البرودوي في هذاك الوقت، يعني برودوي اللي جديد ماشي شي حاجه ديال 1900 اللي تقدر تكون تبدلات. دونك هذا هو الميساج ديالي، نتمنى هكذا تفهموه تدخلوا لعقلكم ملي تبغيو تشريو ان برودوي. ما عمركم ما تحكموا على الماركه، ديما حكموا على المكونات اللي كتقراوها سوغ لو برودوي ديالكم. واخا قبل ما نسالي الفيديو ديالي بغيت نجاوب على واحد السؤال، كانت واحد السيده كتسقسي على ديفيرين كتقول انها بغات تنتقل لمرحله استعمال الجل، الا ما عندك حتى شي مشكل ممكن با دو بروبليم. بالنسبه كاين بعض الناس اللي كيستعملوا ديفيرين كريم ولا بو ديالهم ما كتحتاجش كاع ليدغاتاسيون ولا كيهيدراتيو قليل، فانتوما راه صافي كتولوا كتعرفوا لابو ديالكم كيفاش كتعامل. دونك ثاني ماشي مشكل، المهم اهم حاجه اللي كنركز عليها هي الوقايه من اشعه الشمس، لان هاد المقشرات هادو الا خرجتي للشمس راه فوالا راه ما كانتش بروتيكسيون راه غادي تاذي. واحد السيده كانت صيفطات ليا واحد سكرين ديال شي لايف ولا شي حاجه بحال هكا في الريزو سوسيو، شي سيده حاطه دي برودوي كلهم لي برودوي اللي نصحت بهم في القناه ديالي. دونك خايده الغاسون المنظف ديال سونسي بيو ديال بيوديرما، خايده الكريم هيدراتون ديال اسفير اللي كنت فايتاش نصحت. المهم بزاف ديال لي برودوي كانت كتوري البنات كتشرح لهم، وفريمون كاملين هذوك اللي هضرت عليهم. دونك هذيك غادي تكون متابعه وفيه للقناه، ومزيان مزيان ان
كوم سا كتبداو تاخذوا شي حوايج مزيانين. بالنسبه للناس اللي تواصلوا مع الشركه ديال بيوتيو، انا حتى انا تواصلت مع لا سوسيتي وقالوا لي ان كان ان فيدباك زوين وان الناس كياخذوا نظرا للثقه ديالهم فيا. فشكرا لكم بزاف و فريمون انا كنشوف دابا ان شاء الله الا كانوا دي برودوي اللي نتوما كتطلبوهم هكذا بيو فماذا بينا باش يدخلوهم لينا كوم سا تستافدوا منهم، لان فريمون كنقلبوا على شي حاجه اللي تكون دو كاليتي وتكون كتناسب كاع الفئات وكاع الاعمار وكاع المشاكل. فوالا حاجه اخرى كنت نسيت ما قلتها لكمش، ماشي ما قلتها لكم شي واحد الحاجه اخرى بغيت نعلق عليها. كنعتذر الا كاين البعض كيعلق انني كنهضر بالزربه وكاين البعض كيعلق انني كنهضر بشويه. فاللي كيشوفني كنهضر بالزربه استسمح، واللي كيشوفني كنهضر بشويه استسمح. للاسف ولا ما عرفتش واش خصني نتاسف ولا لا، هذه الطريقه ديال الكلام ديالي. فنتمنى يا الطبع يغلب التطبع، هذه هي هادشي اللي عطى الله ما عندنا ما نديرو. فنتمنى انها تكون واضحه لكم، تكون غير ممله، وتكون كتوصل لكم المعلومه اللي بغيتوها، وتكون ساعدتكم القناه وساعدكم المحتوى في انكم يعني تستافدوا سواء في الكوزميتيك سواء في التغذيه سواء في المجال الطبي، لان الهدف ديالنا من القناه شفتوا اننا تكون واحد التوعيه وياه تكون واحد الانتراكسيون في حدود المتاح بطبيعه الحال. لان تسمحوا لينا شي مرات راه ما تيكونش الوقت لا غالب، ما كتقدش هكذا اشاك فوا تجاوب على الاسئله. مي سينو مي كيكونوا اسئله اللي مليحه راني كنجاوب عليهم في الفيديو اولا كنقدر نجاوب في الكومونتير. دونك فوالا كنظن هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، ساله نتمنى يكون فاتكم. نتمنى ان الحاجه اللي بغيت نوصلها لكم اليوم تكون وصلت مزيان، لانه مهمه بزاف عندي هذه النقطه. وكنقول لكم نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله الى ذلك الحين. كنقول لكم خليت لكم الراحه.